كيهبطوا بهذا الخلق يجيبوا ويهديوا الى صراط مستقيم. طب والله تعالى الحباب سيدنا الفقراء السعوديه هذا ان شاء الله هذا العام مبروك علينا وعليكم وعلى شيخنا وعلى جميع المسلمين ان شاء الله وعلى جميع الانسانيه. غادي نختموا هذه الجمعه الحباب نتوب الله تعالى نعودوا دائما في هذه الاجتماعات. والفقير ما يحسبش التعب، ما يحسبش المصروف، ما يحسبش المشقه، ما يحسبش عمسيدي المسائل اللي هي ترخي النفس. لا لا، دائما الفقير يكون قوي، دائما ينظر للعلى، دائما ينظر للعلو، ما يشوفش الدنا، في المسائل اللي هي دنيا ويبدا يحسب ويبدا يدير ويدير. لا، دائما الشيخ سيدي عبد الرحمن والله قال ليس الفقير يكون ليس شانو الفقير يكون راني في الطريق، راني دخلت في الطريق، خليك لا، انما شانو الفقير يكون هو الطريق. استمع عليه البغال، استمع عليه الكروسات، استمع عليه السيارات، استمع عليه ياك سيدي الكاميونات، وتستمع عليه وهو ما يقول شحال، لانه لا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. الا واحد الصفه تبدل، ما بقاش ذاك قدور ولا ذاك عمر ولا ذاك انت، وما تبدل الارض والسماوات غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا انسان يخرج من سجن النفس الى نور الله سبحانه وتعالى اللي راكم فيها سيدنا الفقراء. راكم في النور يا الله، راكم في النور سيدنا الفقراء. سيدنا ابراهيم الادهم رضي الله تعالى عنه كان من الخطباء من المشايخ رضي الله عنهم. قال لك واحد الفقير مسكين متشوف له كيقول يا ربي فين نتلاقى مع الشيخ، يا ربي فوق نتلاقى مع الشيخ، يا ربي سبحانه وتعالى. ذاك الفقير نتصل بالصح ويطلب ربي بالصح، والبعد بيناتهم. سيدنا ابراهيم الادهم رضي الله تعالى عنه جاء لواحد القريه واحد البلاد، قال لك مسكين غرب عليه الغروب ودخل المسجد، قال غير بوحدو ما معاه لا صاحب ولا شي حاجه. قال لك لما العام سيدي دخل المسجد جا هذاك الحارس ديال المسجد قال له خرج، قال له فين روح اسيدي؟ قال له وانا ما رانيش مول البلاد، راني مسافر. لا قساح قلبه قال له خرج اسيدي. جا مسكين وزار وضو برا ومشى، يالله يالله يتحسس في ديك المدينه هذه، اكتشف واحد ضعيفه واحد الضو ضعيفه وقصدها، يا الله يا الله يا الله، حتى جبرت مالك المريد مسكين يذكر الله ويتغلغل في الله وخاشع في الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، عليكم السلام. قال له واش كدير هنا سيدي؟ قال له راك تشوف سيدي راني هنايا نخدم هذا الشغل هذا، كرمكم الله كان يبيع الفحم. ذاك الفقير هذاك ولكن المحبه في شيخو بالغه وفايته، حتى جروه نعم سيدي جابوا المخزن، نعم سيدي خرجوا ذاك السيد من المسجد، وجا مسكين وقال له بدا يتنشط مسكين، قال له سيدي عليك السيمه تاع الخير وكذا وكذا وكذا. قال له انت وليدي فقير من؟ قال له الفقير ابراهيم الادهم رضي الله عنه، انا فقير تاع سيدنا ابراهيم الادهم. وبداو يذاكروا الشيخ غفل عليه ما بغاش يوري له ضياع. قال له يا سيدي يا سيدي يا سيدي لو كان تلقى مع شيخي يا سيدي يا سيدي تقلى مسكي. ايوا الاولى والثانيه والثالثه قال له فتح الله بصرك لا وجدته امامك. قال له فتح الله لو فتح الله بصرك لوجدته امامك. لو كان ربي يحيد لك ذاك الغيشه اللي راه حاجبك قال تزور لك الشيخ يكذب. عاد فهم رضي الله عنه وتنشطوا وزادوا نطلبوا الله تعالى حتى حنا يمتعنا. الشوق الحباب راه الشوق الانسان باش يبلغ، بالمحبه هي باش يبلغ، راه ما يبلغ حتى شي حاجه الا بالمحبه وذكر الله واليقين والتعظيم. التعظيم فازوا اهل التعظيم، فازوا اهل التعظيم كما قال عليه الصلاه والسلام
مشاو مع الصحابة رضي الله عنهم واحد الغزوة، وقف ونادى ذوك الناس اللي كانوا معه صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذا جمدان، جبل يسميه جمدان، يشهد علينا فازوا المستهترون بذكر الله. قال له وما المستهترين يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله والذاكرات، يشهد علينا هذا الجبل. كاع داك الشيء كيلقم الايمان ويلقم اليقين ويلقم سيدنا الصحابه رضي الله تعالى عنهم. كذلك الحباب حنا المذاكرات نتاع سيدنا المشايخ ما قصروش، وخصوصا فقراء اوروبا هنا عشنا مع الشيخ الحاج مهدي رحمه الله، ياك راك تشوف شي كبير، الشيخ سيدي قال 14 سنة وهو هو مسكين كيقينا وكيقدمنا وكيزيدنا وكي لا يفطر ولا دار كتب، عمل تعليم ياك سيدي كل شيء سلسلة، وعمل كل ما تحتاج المريد ما يحتاج المريد داروا لنا الشيخ سيدي خالد. ولكن حنا فايد كاينين فقراء، لا ما نقولوش كل لا كاينين، ولكن قليل اللي يفهموا. لو كان فهموه كامل الشيخ سيدي خالد واش يخلينا غير تما في هاد المسائل اللي كان يقول لنا بالظاهر؟ لا زيدنا العام سيدي. وسيدنا على كل حال هما هذه هي الخدمة ديالهم، وهذا هو الإذن اللي عندهم باش يجلوا مؤمنين ذاكرين شاكرين، كيلقموا لهم اليقين في قلوبهم. أنا الساقي المبين لخمرات العارفين، أنا صاحب التلقين لإسم الله المفرد. شوف سيدي قال أنا الساقي المبين، وهذه يفهمها كل عربي، كلام عربي ومفهوم. أنا الساقي المبين لخمرات العارفين، ذلك تحوس على الخمرة. أنا صاحب التلقين لإسم الله المفرد. شوفوا الخير اللي عطانا ربي سبحانه وتعالى، شوفوا الناس تمشي تحوس ما نعرفش حال باش تلقى مع شيخ التربيه مع مول الوقت يفوت عليها كما ما يعقلوش. ولكن اللي وفق الله سبحانه وتعالى، ولو حنا قصرين ولو حنا ضعفاء ولو حنا ياك سيدي ما نقولوش جهلاء، قصار شويه في المعرفه، مقصر شويه في العباده، مقصر شويه في المسائل، ولكن ربي عطانا هذا الوهبه من عنده سبحانه وتعالى. هذا الوهبه وهبها علينا الله سبحانه وتعالى. الى ما شكرناش عليه الله سبحانه وتعالى، الشيخ الحاج مهدي رحمه الله قال لنا راه الى ما قمتوش بهذا الجماعه اللي جايه، قال جماعه الشبان غادي نرسل لكم جماعه الشبان، ولكن شاب واحد. إنما السياد هذا دائما يغطيو شويه باش لا ولا يعقلوها الا العالمين، ما يعقلوش المساله الا اللي عطاهم ربي سبحانه وتعالى العلم، علم القلوب ليس علم اللسون. علم اللسون صعيب ما يوصلش، انما طنطينه تفوت من هنا وتزيد من هنا، الناس راها تطنطن كل واحد على حسب الاجتهاد ديالي، ولكن علم القلوب يكون رضي الله تعالى واحد العارف يكون شمس القلوب، شمس الليل تغرب بليل، شمس النهار تغرب بليل، وشمس القلوب ليس تغيب. قالك الشمس تاع النهار هي تغرب مع الغروب تغرب، ولكن شمس القلوب ليس تغيب ما تغيبش. ونطلب الله تعالى يحفظنا ويحفظنا ليلة سعيدة إن شاء الله تعود علينا على إحنا على جميع المؤمنين وعلى جميع الذاكرين بالخير والبركة والسعادة، ويهدي ربي سبحانه وتعالى الشباب نتاعنا في مجال سعيد. يا ربنا تحمي الشباب ويعدم منك الصواب وترشده إلى الكتاب وسنن المهتدين. هذا هو سيدنا الفقراء، الله يحفظنا ويحفظكم. واسمحوا لنا الأحباب ما حبا كلمتنا، ما احنا عارفين والو، ما عالمين والو، ما كاين حتى شي حاجة.
مكسرين كل جهه، ولكن المحبه من الفقراء هما اللي يدخل، هما اللي يدخل فقير. كي تكون المحبه والنظره وكامل يشوفوا كامل عاشقين كامل هذا، لابد هذا كيتحركوا. واخا واخا العام سيدي حجره يولي يدخل، واخا حجره يولي يدخل. الهمه ديال الفقراء، الهمه ديال الذاكرين.